أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى الملك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أعرف هذا. نعم أحسن الله إليك. الناس يرون الملك إذا جاء إلى الرسول، لكن يأتيهم بصورة رجل، ما يأتيهم بصورة الملكية، يهم في صورة رجل. نعم.